اهلا بيكم وحلقه جديده في العالم عالمين. الحقيقه ان كل يوم مهرجان العالمين بيبهرنا بفعاليات استثنائيه خليته فعلا الحدث الترفيهي الاكبر في منطقه الشرق الاوسط. مهرجان العالمين في دورته الثانيه حرص انه يضم اجنده قويه ومتنوعه فيها كتير من العروض، سواء كانت عروض فنيه او ثقافيه او رياضيه، وعروض ترفيهيه متنوعه بتناسب اكيد مختلف اهتمامات الزوار. كمان مهرجان العالمين فيه اكتر من 20 فعاليه متنوعه، منها عروض مسرحيه فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب. النهاردة الحقيقة يوم مميز في مهرجان العالمين، عشاق الموسيقى العربية على موعد مع فرقة الأنفوشي في المسرح الروماني، أما بكرة فمحبي الرياضة هيكون معاهم لقاء صعب ما بين منتخب أساطير الأهلي ومنتخب أساطير الزمالك، وده في مواجهة صعبة أمام منتخب أساطير الأندية المصرية. كمان في فعاليات رياضية تانية كتير ومتنوعة. يوم الجمعة طبعا كلنا مستنيين حفلة النجم الكبير، نجم الجيل الفنان تامر حسني، وفي الحقيقة المهرجان بيرفع شعار كامل العدد في حفلاته، خاصة إن في كتير من المهرجانات الفنية والفعاليات الرياضية اللي بتقام في دورته الثانية.